حلو جدا. طيب بما انه ما كنتش بقى تعرف حاجة عن الفلبين، وبالتأكيد دلوقتي بقيت بتعرف الكتير عن قضايا الفلبين ومشاكلها وكيفية حلول بعض من هذه القضايا زي اللي قامت بيها الحكومة الفلبينية، في رأيك كانت ايه اكتر، او اللي عرفته ايه اكتر الحاجات اللي كانت بتشوف انها كانت نقاط ضعف او انها مشاكل في هذا الملف؟ والله كل دولة وكان عندها المشاكل الخاصة بها، ولكن الفلبين بصفة ان هي دولة global south زي ما بيقولوا بالانجليزي، او دولة عالم لسه developing لسه بتتقدم، عندها مشاكل بالنسبة للتعليم والصحة والفقر وحاجات كتيرة جدا. ولما كمان جت أزمة كورونا عليها، كل دول العالم النامي تأثرت بيها بنفس الشكل. الفلبين ممكن من ناحية أوسع شوية تأثرت بالتعليم، تأثرت في حتة التعليم. التعليم عند الفلبين البنية التحتية بالنسبة للإنترنت مش قوية جدا، فلما كل التعليم نقل أونلاين ده قلل من فرص التعليم بالنسبة للناس اللي دخلها أقل شوية من ناس تانية. فاللي ما عندوش إنترنت في البيت ما يتعلمش. الحكومة طبعا عملت وعملت وعملت، بس برضو في الآخر هو يعني كام مليون مواطن هنقدر ان احنا ندخل الانترنت في الفترة دي، والناس كلها بنعمل تباعد والناس كلها ما بتروح الشغل، ازاي ان احنا نقدر ندخل الانترنت للناس دي كلها؟ طب والفلوس اللي هنصرفها على ان احنا ندخل الانترنت علشان الناس تتعلم؟ ففترة الكورونا من ساعة ما الجائحة بدأت ناس كتيرة جدا اضطرت ان هي تتوقف عن العملية التعليمية، فقدت هذه الفرصة. بالزبط. طيب هنا بقى وانا بتكلم، انا هعتبر ان احنا خلاص في نموذج المحاكاة، فوانا بتكلم مع ممثل الفلبين عن قضايا الاطفال والشباب وشايف ان المشكلة الكبرى دلوقتي هي مسألة التعليم، فبالتأكيد انت اطلعت كمان بشكل او باخر على موازنة التعليم في الفلبين والقطاعات اللي هتتحرم من التعليم بسبب الكورونا او هتفقد جزء كبير من فرصتها، هتحتاج اكيد لشكل من اشكال التمويل، سواء اذا كان التمويل ده هيبقى فلبيني او هيجي عن طريق منظمات دولية او بعض الدول المانحة. ايه الحلول اللي بتضعها او بتعرضها قدام المجلس في النموذج؟ خلي موضوع الحلول ده يبقى مفاجأة بكرة. طب اديلي اي سبق مع ده، شغلتي احنا لسه لحد دلوقتي احنا في مرحلة التفاوض، يعني لو انت حطيته مجموعة مثلا هنفترض 5 حلول قول لي حل منه بس حل حلو. احنا لسه لحد دلوقتي في مرحلة التفاوض لحد الصبح برضو دكتور. لحد الصبح هيكون هنعلن، يعني هيكون خلاص النسخة الدرافت يعني هتكون طالعة للمناقشة يعني، وان احنا تصويت عليها. فلحد دلوقتي احنا في مرحلة التفاوض. انا بالنسبة لي كسامح او كممثل دولة الفلبين كان من وجهة نظري اهم الحاجات التعليم، وكمان حقوق الانسان بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي. دول كتيرة جدا بما فيهم متقدمة وغير ونامية، كان الدكاترة الدكتور يبقى ماشي ببلطه في الشارع يتضرب. ليه انا بتضرب؟ لان انت الكلام اللي كان بيتقاله انت اللي بتجيب لنا العدوى. انا دكتور باعتباره مختلط يعني. بالزبط بالزبط. وانا دكتور وكنت بشوف ده في الشارع بيحصل في سواء في مصر او برا مصر، بس تمشي بالبلطو او تمشي بالسكراب لبس الدكتور ده بالنسبة لك جريمة. الناس بتجري وراك في الشارع، او مثلا لو بتركب مواصلة عامة في اي دولة في العالم الناس بتبص لك بصة استحقار وتبعد عنك وكده. حق من حقوق الانسان انه يتعامل بمعاملة طبيعية جدا فقد على مستوى العالم اجمع، فلازم ان هو يكون يتناقش في مجلس حقوق الانسان سواء في جنيف او في نموذج المحاكاة. حقوق الانسان بالنسبه للعاملين في القطاع الصحي حاجه مهمه جدا 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 لازم ان احنا نركز عليها. طب باعتبار كمان انك انت اشتغلت على ملفات التنميه المستدامه، فده بيخلي انه الحديث زي ما يتقال لي اكتر من وجه، بتعتقد انه هيبقى في دور لدول مانحه في حل هذه الازمه، يمكن تحديدا في الفلبين على سبيل المثال؟ لازم ان هو يكون زي ما بيسموها شراكه الشمال جنوب، او شراكه الدول المتقدمه مع الدول الناميه. لازم ان هو يكون في صناديق استثماريه، بس دي بتكون في الغالب بتكون حاجات ثنائيه، مش بتكون لازم من خلال صندوق موحد من خلال الامم المتحده او شراكات تانية. غالبا بتكون حاجات ثنائيه او ثلاثيه او رباعيه، مجموعه من الدول بتقول ان احنا شايفين ان الوضع اقل في دوله من الدول، فاحنا نشتغل على الدوله دي ان احنا نعلي من حاجه من الحاجات اللي احنا شايفينها عندهم وحشه. بالنسبه للامم المتحده في صناديق بتتعمل لتنميه الدول الناميه، في حاجه مثلا زي الكوفاكس انيشيتيف اللي هو المنظومه اللي اتعملت او الصندوق اللي اتعمل علشان اللقاحات، توزيع اللقاحات.
الدول بتتبرع لصندوق الكوفاكس علشان الكوفاكس ده يقول طب الدولة اللي مش قادرة ان هي تشتري اللقاحات مش هنسيبها ان هو ما يلقحوش الشعوب بتاعتهم، لا هو احنا هنديكم الفلوس من الكوفاكس فند وتشتروا بيها اللقاحات، او احنا هنشتري لكم اللقاحات وهنديها لكم من خلال الصندوق ده. عظيم جدا. طيب في بعض الدول اللي ما بتبقاش يمكن ليها دور كبير في مسألة منح وما إلى ذلك، لكن بتبقى مشغولة أكتر بأنه أنا مش هقدم منح بقدر ما أنا مستعد أوجه استثمارات. هل بتعتقد أن ده شكل من أشكال الحلول هي مسألة توجيه استثمارات للفلبين بشكل عام، يبقى جزء منها استثمارات في المجال الطبي واستثمارات تانية في مجال التعليم، ده ممكن يساعد على حل المشكلة؟ طبعا، يعني خلينا متفقين أنه استثمارات معناها أنه في عملة أجنبية داخل البلد، فانت بتعلي من الفلوس الاجنبيه او العمله الصعبه اللي موجوده في البلد، فده بالطبيعي هينعكس على الشعب وهيزود من فرص العماله وهيعمل، غير انه الفاينل برودكت بتاعك انه المنتج النهائي بتاعك بيكون اصلا حاجه بتخدم البلد اللي انت استثمرت فيها. طبعا فانت كمستثمر انت كسبان فلوس، ولكن انت قدمت خدمات قد ايه للشعب اللي عايش في الدوله دي. طب بتعتقد انه اقتصاد ما بعد الكورونا ده ممكن يؤدي إلى المزيد من ضخ الاستثمارات في دول نامية أو دول بتسعى للتطور؟ طبعا، احنا من دلوقتي بدأنا نشوف استثمارات أجنبية في دول في أفريقيا، في دول في شرق آسيا، في دول أمريكا اللاتينية. شفنا بدأنا نشوف ان الكلام ده بدأ بالفعل، وبدأ بأرقام غريبة ما كانتش موجودة قبل الكورونا. طب انا كده اظن عرفت ثلاث حلول، انا طلعت شاطر صح؟ وقعتك. لا 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 ولسه. طيب بص انا مش هكمل في ان انا احاول ايه اعرف اكتر، يعني انا بالنسبه لي كده ممكن اعتقد ان انا كده وصلت الى حد الاكتفاء، وان كان الصحفي ما يكتفيش يعني.